أول مسرح تفاعلي ستاند أب أكاديمي بدورته الرابعة، حيث أقيمت فعاليات تحت عنوان سكر مالح، أكيد بمشاركة عدد من الخبراء والاستشاريين في المجال، أيضا في مجالات الموارد البشرية، أكيد بحضور الاستشاري أسامة ساطع، من أجل تبادل الخبرات ودخول سوق العمل بعيدا عن المؤثرات الخارجية. خلونا نتابع سوا كيف كانت الأجواء. لا يمكن أن يبنى هذا الوطن بدون أيدي الشباب. اليوم الشباب هن عماد هذا الوطن، والغاية هن الغاية الحقيقية وجوهر الغاية. لذلك نحن دائما منشجع المبدعين ومنشجع أيضا الحالات الفردية والحالات المؤسساتية الكبيرة العامة. لذلك وجود بعض الرعاة والداعمين إيمانا منهم بأنه نحن تنمية بشرية زائد تنمية مجتمعية زائد بناء أعمار، هذا اللي نحن عم ننادي فيه. لذلك هذا الإيفنت هو لنشر الوعي، هو لنشر التحفيز الإيجابي، لنشر التفاؤل بين الناس. نحن عم نمر بظروف صعبة، بحصار جائر على بلدنا الحبيب سوريا، لكن الغاية منه دائما أنه نواجهه بأسلحة الفكر وأسلحة الإبداع وبأسلحة الثقة بالنفس، ثقة بالله والثقة بالنفس والثقة بقائد هذا الوطن وبجيشنا العربي السوري. نحن ككفاءات كمركزنا مركز لابيرلا في كفاءات الحقيقة كتير عالية، والحقيقة هي متطلبات كل الأسواق بكل الدنيا. والحقيقة نحن التقاطعات هلأ بيننا وبين سكر مالح هو تقاطعات الأضداد، أنه نحن فينا نقدم أفضل ما عنا والحقيقة بدون أي ماسك، يعني أفضل ما عنا بطريقة سليمة. نحن بعد الأزمة صار في افتقار وهجرة للأدمغة والخبرات، فلحنا هون بوضعنا أنه ثبتنا وقعدنا صبرنا شوي إن شاء الله، هاي بيعطي نتيجة حلوة كتير وبيشجع الخريجين الجدد أنه يضلوا معنا ويأخذوا خبرات يكتسبوا مهارات، وإن شاء الله مستقبل واعد بإذن الله لهالبلد.